نشرة التاسعة مساء من القاهرة الإخبارية. التاسعة مساء في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم، البداية بأبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يكشف عن حزمة سابعة من المساعدات لأوكرانيا ويؤكد استمرار دعمه لكييف بكل قوة. روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة وتؤكد أن عملياتها في أوكرانيا ضرورة لمواجهة عدوان أمريكي محتمل. الرئيس المصري يؤكد نجاح الدولة في دحر الإرهاب والحفاظ على كل قطعة من أراضيها. البداية بتطورات الحرب في أوكرانيا. كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اتفاق دول الاتحاد على حزمة سابعة من الدعم لأوكرانيا، وشدد على مواصلة دعم كييف بكل قوة مع مساندة مقترحها للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا، وأشار إلى وجود جدل بشأن فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أن النفط الروسي يباع بأقل من السعر ب50%. هذا وصدق الاتحاد الأوروبي على مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو. وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد تمت الموافقة على 45 مليون يورو أخرى لدعم المعدات غير الفتاكة لبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري بأوكرانيا. استمراراً للدعم الأوروبي لأوكرانيا، صدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو. لم يكن هذا هو القرار الوحيد الداعم لكييف، وإنما تمت الموافقة أيضا على تخصيص 45 مليون يورو أخرى لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري لأوكرانيا. الاجتماع لم يخفل قضية أثرت الجدل في أوساط الحلفاء الغربيين، وهي مسألة تسليم ألمانيا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. وفي محاولة لتوضيح موقف برلين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها لن تعارض أي دولة ترغب في تزويد الجيش الأوكراني بهذه الدبابات. لا يمكن تجاهل ما قاله وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا. الدبابات الألمانية مطلوبة لدفاع كييف عن نفسها. ألمانيا تتفهم أهمية ذلك لأوكرانيا. لهذا السبب نجري مشاورات مع جميع شركائنا. ألمانيا لن تعارض أي دولة ترغب بتزويد الجيش الأوكراني بالدبابات. في المقابل تجاهلت بولندا الأمر وأكدت أنها ماضية قدما في تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2
حتى لو لم تحصل على موافقة ألمانيا، معتبرة أن الأهم في الوقت الراهن هو الضغط على برلين لتغيير هذا المسار وبناء تحالف حول القضية. إستونيا دخلت على خط الأزمة، وأشار وزير خارجيتها إلى أن برلين هي المحرك لأوروبا، ومن هذا المنطلق فهي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أوكرانيا. اسمحوا لي أن أكون واضحا أن ألمانيا هي المحرك لأوروبا وأكبر شريك في الاتحاد الأوروبي، وهذا يحملنا أيضا مسؤولية خاصة، وأأمل أن لا يكون هناك تناقض معين بشأن قرار تزويد أوكرانيا بالدبابات، لكن سيتعين علينا التحرك بشكل فوري. وما بين طموح كييف في الحصول على الدبابات واختلافات في الرؤى بالقارة العجوز، تبقى ليوبارد رقما صعبا في الأزمة الأوكرانية. لمزيد من المتابعة ننتقل إلى الاستوديو التحليلي وزميلة رغدة منير. إليك رغدة. مرحبا نادينا وإيمان، وشكرا لكما، وأهلا بكم من جنيف. عبر سكايب ينضم إلي السيد مارك فينوت، كبير الباحثين في مركز جنيف للدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيد فينوت، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن دعم مستمر بديهي منذ 11 شهر ما زال مستمرا مقدم إلى كييف لأطول فترة ممكنة بعيون أوروبية، إلى متى سيستمر هذا الدعم؟ إن الأمر يتعلق بوحدة الدول وتكاتف كافة الدول الأوروبية ودول حلف الناتو لدعم أوكرانيا لمواجهة هذه العدائيات الروسية. وبالطبع هناك اختلاف في المواقف بين الدول، وهناك أنظمة مختلفة في اتخاذ القرارات بين المؤسسات العسكرية للدول في أوروبا، فبالتالي هناك بعض الاختلافات وهناك بعض الصعوبات لتحقيق هذا الاتحاد لاستمرار الدعم بنفس الشكل وحتى نوعية أنظمة التسليح، وكذلك هناك تنوع في المنهجيات وكذلك وجهات النظر، ولكن في النهاية الوحدة سوف تسود والتكاتف سوف يسود، وسوف يستمر الدعم حلف الناتو لأوكرانيا بكافة الطرق الممكنة. طيب، المقترح المرتبط بمسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا مرة أخرى عاد إلى الواجهة على لسان شارل ميشيل في تصريحات لإحدى الصحف. أيضا سويسرا ترى أن هذا غير قانوني وأنه لا توجد أطر قانونية داخل سويسرا تحديدا لهذا الأمر. هل هذا يعني أن ثمة خلاف ربما يشق الصف من جديد؟ طبعا هناك اختلافات في الأنظمة القانونية والمصرفية، وبما أننا نتحدث عن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل القارة الأوروبية، لم يتم اتخاذ قرارات نهائية من خلال مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الروسية، لأن هذه العقوبات غير ملزمة قانونا للدول الأعضاء، ولابد من إيجاد منهجيات مختلفة وطرق مختلفة للتعاون من أجل التحقيق وتطبيق هذه العقوبات. ولكن بالطبع ومن الأهمية بمكان أن ننظر إلى مستقبل لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وربما الاتفاق على نظام جديد في روسيا وهو منهج على مدى طويل يجب أن يوضع في الاعتبار، وأيضا يوضع في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة. هل الأمر أيضا يضع في الاعتبار رد الفعل الروسي، خاصة وأن روسيا حذرت من تبعات هذا الموقف إذا بالفعل تم استخدام هذه الأصول الروسية التي تم مصادرتها، وقالت إن هذا يعتبر سرقة لن تسكت عليها؟
بالطبع لم يعجب روسيا هذه القرارات وهذه السلسلة من العقوبات المفروضة من الدول الغربية والقارة الأوروبية، لأن هذه العقوبات تضعف من اقتصادها ويصبح من العسير على النظام المصرفي الروسي مواصلة الحرب ضد أوكرانيا. وفي نفس الوقت روسيا أجابت وردت على هذه العقوبات، وبعض هذه العقوبات سوف تلقى رد فعل من الجانب الروسي، وبعض العقوبات التي رأيناها خلال الأزمة تسببت في بعض التبعات على صادرات روسيا من الغاز والنفط، وهذا يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. لابد أن يكون هناك حلول واقعية من جانب كافة الدول من خلال التعاون وتقديم موردين جدد. والغرض الأساسي من العقوبات مرة أخرى هو إضعاف القدرات الروسية على تمويل حربها ضد أوكرانيا. طيب، الدول الأوروبية تعاني ضغوطا اقتصادية صعبة وضغوطا شعبية أيضا، حالة غليان داخلي سواء داخل الأوساط البريطانية أو الفرنسية أو غيرها من الدول التي تعاني من التضخم، مشكلات في الطاقة، مشكلات في الأغذية وغيرها من الأمور الحياتية الخاصة بمواطنيها. كيف سينعكس هذا أيضا على مسألة دعمها المستمر إلى كييف؟ أن هذه بعض التوقعات. روسيا في القريب العاجل وبشكل سريع سوف تواجه هذه الحقائق من جانب الدول الغربية، وسوف تواجه هذه العقوبات والتي يمكن أن تؤدي إلى تفكك الترابط بين الدول، ومما يضع ضغوطا شديدة على الحكومات. يمكن أن نرى هذا لا يحدث في بشكل مصغر ولكن يأخذ منحى كبير. فالأزمة كذلك تتعلق بحقيقة العقوبات والتي تؤثر بشكل سلبي على التضخم وأزمة الطاقة، وكذلك ترتبط بالمشكلات السابقة الاقتصادية في القارة الأوروبية وفي بريطانيا، بسبب حتى أكبر من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتلقى نقص في الدعم للنظام السياسي والاقتصادي، مما يؤثر على النفقات العامة والتعليم والصحة وغيرها من مناحي الحياة. وهناك كما نرى هناك عدم رضا اجتماعي على هذه الأحداث وهذه التبعات، وسوف يؤثر ذلك بشكل كبير على كافة الدول وعلى الدعم المقدم إلى أوكرانيا. نعم، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من جنيف السيد مارك فينود، كبير الباحثين في مركز جنيف للدراسات الأمنية والاستراتيجية. أعود مرة أخرى إلى زميلتي دينا الزهرة وإيمان الحويزي لاستكمال هذه النشرة إليكما. شكرا لك رغدة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب ضغط على أوكرانيا من أجل وقف التفاوض مع موسكو. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية، حذر لافروف من أن رفض كييف الحوار سيزيد من صعوبة التوصل لحل سياسي. حيث سمعنا أيضا من قبل الأمين العام للناتو وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يعلنون دائما أنه لم يحن الوقت لكي تبدأ أوكرانيا بالمفاوضات، ويجب أن يبدأ فقط من موقف القوي ولكي تخسر روسيا، وهم يعرفون أن يقولون أنه يجب إعادة روسيا إلى حدود 91، وأنا واثق أنهم لم يتعرفوا على هذا الإعلان، ولكن يمكن لأحد أن يكون وسيطا، فإن السيد زيلينسكي في العام الماضي كان قد وقع على مرسوم والذي يمنع أي من المسؤولين في أوكرانيا بإجراء محادثات مع الجهة الروسية، منعهم تماما.
يمكن أن نطلب من أي وسيط أن يسأل كيف الجهة الأوكرانية ترى إمكانية تطور الأحداث لاحقا. نحن أكثر من مرة تحدثنا عن هذا الموضوع، والرئيس أكثر مرة تحدث أننا لا نرفض المفاوضات. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية البدء في نقل سربين من منظومة صواريخ باترويت المضادة للطائرات إلى بولندا. أكدت موسكو أن العالم اقترب من الحرب العالمية الثالثة بسبب ما وصفته بالعدوان المرتقب على روسيا. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن العملية العسكرية الروسية أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان الأمريكي، وأشار إلى أن العام الماضي أظهر من هو صديق روسيا ومن هو صعب التفاوض معه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كراسونبولي في دونيسك وتصفية أكثر من 60 مقاتلا أوكرانيا وتدمير مركبتين مدرعتين ومدفعي هاوتزر. وفي كراسني ليمان نجحت القوات الروسية في تصفية أكثر من 70 مقاتلا أوكرانيا وتدمير جهازي رادار أمريكي الصنع. يأتي هذا فيما استهدفت القوات نقطة انتشار مؤقتة لوحدة لواء المدفعية الصاروخية 107 التابعة للقوات الأوكرانية. أما في زابوريجيا فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 30 مقاتلا أوكرانيا. مزيد من المتابعة والتحليل ننتقل مرة أخرى إلى رغدة منير في استوديو التحليل. إليك رغدة. شكرا دينا وإيمان، وأهلا بكم من جديد. عبر سكايب ينضم إلي من برلين السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف. سيد زهير أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ربما أكثر ما يخص ألمانيا مؤخرا في مسألة الدعم المقدم إلى كييف هو التردد الألماني بشأن إرسال دبابات ليوبارد والضغوط التي تتعرض لها من جانب الحلفاء. مؤخرا آخر تصريحات وزير الدفاع الألماني أعلن اعتزامه زيارة كييف قريبا، وإن مصادر أيضا ألمانية تحدثت إلى إحدى وكالات الأنباء بأن هناك نقل وشيك أو موافقة ألمانية وشيكة لإمداد كييف بدبابات ليوبارد. كيف يمكن أن نقرأ الموقف الألماني مؤخرا؟ تحياتي للجميع. يعني لا زال الموقف الألماني هو متردد للغاية فيما يتعلق بإرسال الدبابات الألمانية ليوبارد 2 أو ما يتعلق بإرسال الأسلحة المتطورة بشكل كبير لأوكرانيا، لأن الألمان يقولون بأن إرسال مثل هذه الأسلحة يجب أن يكون وفق التحالف الغربي وليس أن يوضع الأوروبيين أو الألمان في الواجهة، ولذلك هم يلومون ويشيرون دائما إلى أن الولايات المتحدة وهي رأس الحرب في هذه الحرب لم تقم أو ترفض إلى حد هذه اللحظة بإرسال دبابات أبرامز، وبالتالي لماذا يجب على ألمانيا أن ترسل هذه الدبابات المتطورة في حين حتى أن فرنسا أيضا لازالت تدرس إرسال دبابات لوكلير وهي النقطة الأهم، ولكن يمكن أن يكون هناك موافقة بإرسالها بشكل غير مباشر عبر السماح لبولندا بإرسال الدبابات الموجودة لديها، وهنا ألمانيا ستكون يعني دعيني أقول في منتصف الطريق، ولكن السياسة الأوروبية تراها برلين ويراها جزء مهم من الأوروبيين بأنها سياسة متخبطة
لا تحسب العواقب، يعني بمعنى ماذا بعد ذلك، ماذا بعد إرسال مثل هذه الأسلحة، وأن الأوروبيين لا يجب أو لا يجب أن يوضع في خط الأول أو في وجه المدفع في إرسال الأسلحة كما وضعوا في مسألة العقوبات الاقتصادية وارتدت هذه العقوبات الاقتصادية عليهم. ولذلك لا زالت برلين تشترط أن ترسل الولايات المتحدة دبابات أمرامس حتى تقوم هي بإرسال دباباتها المتطورة، ولكن كل ما نتحدث عنه سيكون إرساله بشكل محدود للغاية، يعني بمعنى عشرات الدبابات وليس مئات الدبابات، وعشرات الدبابات في حرب مع روسيا الأمر يعني هنا صعب للغاية في مسألة التسليح الشامل للجيش الأوكراني. طيب في قراءة استشرافية لهذه الزيارة التي يعتزم وزير الدفاع الألماني القيام بها إلى كييف، وقال إن من المؤكد أنني سأزور العاصمة الأوكرانية في الأسابيع الأربعة المقبلة، هل ألمانيا بحاجة إلى ضمانات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الدبابات في ضرب العمق الروسي، أم ما الذي تهدف إليه زيارة بوستيريوس إلى كييف؟ الأمر لا يتعلق في مسألة الضمانات أعتقد بقدر ما هو يتعلق في مسألة ما هي السياسات بين الجانبين الألماني والأوكراني، لأن الوزيرة للدفاع الألمانية السابقة قدمت استقالتها بسبب ضغوطات في داخل ألمانيا أو ما يعتبر أخطاء نوعا ما في السياسة والاستراتيجية العسكرية تجاه أوكرانيا، ولذلك هو يريد أن يقفز على هذه المشكلة ويقول بأنه ملتزم بمسألة دعم أوكرانيا، ولكن هو يريد أن يناقش المسؤولين العسكريين الأوكرانيين في ثلاثة أمور وأعتقد أمور مهمة، هي مسألة الأسلحة المتطورة التي سيتم إرسالها، ومسألة كما أشرت حضرتك بأنه عدم استخدام هذه الأسلحة في العمق الروسي وبمعنى أن تكون ألمانيا الطرف في هذه الحرب بشكل غير مباشر، والمسألة الثالثة هي مسألة الاتصالات العسكرية الألمانية الأوكرانية، لأنه دائما هناك شد وجذب وخاصة بعدما سخر الرئيس الأوكراني من المستشار الألماني أولاف شولز فيما يتعلق في رفضه إرسال الدبابات الألمانية قبل أن ترسل الولايات المتحدة من دباباتها، يعني بمعنى أو بالصورة الشعبوية لا يمكن أن نساعدكم ونرسل لكم الدبابات والأسلحة المتطورة، ويقوم زيلينسكي بالسخرية من المساعدات الألمانية، يعني هذه هي نقطة مهمة جدا للرأي العام الألماني أيضا. طيب بولندا كانت قد انتقدت موقف برلين من مسألة الدبابات وقالت إنه أمر غير مقبول، وقالت إنها سوف ترسل هذه الدبابات إذا وصل الأمر دون موافقة من ألمانيا. بعدها عادت وزيرة الخارجية الألمانية قالت إن ألمانيا لن تقف في وجه بولندا في إرسال هذه الدبابات، ولكنها لم تتلقى أي خطاب رسمي يفيد بأنها تريد فعل هذا الأمر، وعادت بعدها بولندا لتقول أنها سوف ترسل هذا الخطاب الرسمي. هل من قراءة للسجال ما بين الدولتين بولندا وألمانيا؟ السجال البولندي الألماني هو ما قبل الأزمة الأوكرانية، دائما هناك خلافات كبيرة بين الدولتين. ألمانيا ترى بأن بولندا ودول البلطيق تتماهى مع السياسة الأمريكية أكثر مما تتماهى مع السياسة الأوروبية وسياسات بروكسل، ولذلك هي ترفض أن تقوم بولندا بمثل هذه الخطوة. لكن إذا قامت بولندا، وأنا أعتقد بأن هذه التحركات هي تحركات أمريكية وليست تحركات بولندية، يعني أن الولايات المتحدة توعز لبولندا أن تضغط على ألمانيا بأنها يمكن أن تقوم بإرسال هذه الأسلحة، ولكن إذا قامت بإرسال هذه الأسلحة بدون الموافقة الألمانية هي أولا ستعرض مشترياتها من الأسلحة الألمانية في المستقبل إلى دعنا نقول السوء أو ما يتعلق بالحظر، والنقطة الثانية ستتعلق بفرض عقوبات حتى على بولندا في دائرة الاتحاد الأوروبي، لأنه أيضا هذا قرار سيخرق وحدة الصف الأوروبي بشكل أو بآخر. ولكن ألمانيا يمكن أن تعطي موافقة على عدد محدود من هذه الدبابات أن ترسلها بولندا، وعندها لن تكون طرف يعني أيضا ستتعرض إلى صعوبات خاصة بالصيانة وتوفير قطع الغيار التي لابد لألمانيا من توفيرها إلى بولندا. شكرا لك على كل حال من برلين، كنت معنا عبر سكايب السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف. أعود مرة أخرى إلى دينا زهرة وإيمان الحويزي لاستكمال هذه النشرة، تفضلا. شكرا لك رغدة. طالبت وزارة الخارجية الروسية السفير الأستوني ماركوس ليدر مغادرة موسكو قبل يوم 7 فبراير المقبل، وقالت الوزارة إنها ستخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الروسي في إستونيا بعد أن اتخذت خطوة غير ودية. بدوره أعلن وزير خارجية إستونيا أن بلاده ردت بالمثل وطلبت من السفير الروسي المغادرة بحلول 7 فبراير، مضيفا أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا مع استمرار الهجوم العسكري الروسي.
في السياق ذاته أعلن وزير خارجية لاتفيا إيدغار زرينكوفيتش أن بلاده تعتزم وهي الأخرى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 من فبراير المقبل. قال رينكوفيتش إن قرار بلاده يأتي بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا وأيضا تضامنا مع الجارة إستونيا. قالت السلطات اللاتفية كانت أقرت في أغسطس الماضي بأن روسيا دولة راعية للإرهاب ودعت إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس. على جانب آخر، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرة على الحفاظ على كل قطعة من أرضها وأنها نجحت بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب. وكشف في كلمته في احتفال عيد الشرطة عن إقامة احتفالية في مدينة العريش ورفح والشيخ زويد قريبا للإعلان عن التخلص من الإرهاب في سيناء. بقالي 3-4 مرات أتكلم على أن احنا موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا أن احنا نخلصه. وفي احتفالية احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية ديت والعريش زي ما هي ورفع زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها. محدش يقدر، محدش يقدر. الرئيس المصري قال أيضا إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية تحتم عليها أن تقفز قفزات تنموية هائلة. وأكد أن مصر تواجه آثار الأزمات الاقتصادية التي تعانيها أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدما على نحو لم تشهده منذ عقود طويلة. ودعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتردد من دعاوى مضللة تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة والمشاريع القومية والتنموية التي تمت. وفي هذا الصدد توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها علينا جميعا. فهل توجد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة في العالم أم لا؟ وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدماً على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة الكساد الكبير والحربين العالميتين أم لا؟ ألم ينتج عن تلك التداعيات ما يعرف دولياً الآن بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة؟ أليس من المنطقي والطبيعي بل والمحتوم أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة ونحن جزء من الاقتصاد العالمي وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟ وأضاف الرئيس المصري أن المشروعات التنموية الكبرى لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن الدولة ملتزمة بمساندة محدودي الدخل والوقوف معهم، مشيرا إلى أن ذلك التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير. ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق، أولا إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، فنحن في الحقيقة في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني. وثانياً أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف إلى للتفاخر أو التباهي زي ما ذكرت لحضراتكم، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب. إنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاماً لأبناء الشعب لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخوضون كفاحاً يومياً هائلاً
تقف أمامه نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأؤكد أن التزامنا بمسانداتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لن ولم يتغير. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الأمني والاستخباراتي. جاء ذلك خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، حيث أشار السيسي إلى التعاون المشترك لدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. من جانبه أعرب المسؤول الأمريكي عن تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعد مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. أعرب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني المصري عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بدعوة وزير المالية المصرية محمد معيط لإجراء حوار مجتمعي حول موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2023-2024 وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية. وأوضح أن جدول أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يشمل 8 لجان فرعية، منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها، وتتوزع القضايا الأخرى التي شملتها دعوة وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي. ورحب المنسق العام للحوار الوطني المصري بشمول الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير المالية ضمن فعاليات الحوار الوطني الذي سيبدأ جلسات لجانه خلال فترة قصيرة. أكد رئيس الجبهة الثورية السودانية محمد سيد أحمد الجاكومي في حوار خاص للقاهرة الإخبارية أنه لا أحد يمكن أن يزايد على علاقة السودان بمصر. قال الجاكومي أن مصر جمعت قوى نداء السودان في عام 2019 وقدمت دعوة لتوافق قوى الثورة السودانية. طيب القاهرة دي ذاتها ما هي التي آوت التجمع الوطني الديمقراطي عندما كان يقاتل البشير، ما هي التي شهدت على تكوين التجمع الوطني الديمقراطي في وسط البلد وكانت لدينا دار في شارع شريف. طيب ما دي القاهرة نفسها، دي القاهرة التي جمعتنا نحن في قوة نداء السودان في العين السخنة في 2019، القاهرة نفسها التي جمعتنا في العين السخنة كجبهة سوية. النهاردة سنة 23، سنة 23 القاهرة قدمت دعوة، مجرد دعوة. يا أخونا جمال ويا أخونا محمد ويا أخي أنتم مختلفين في شنو؟ يا أخانا علي أن أهيئ لكم الملعب، تعالوا تحاوروا داخل هذا الملعب، أنا على يقين إنكم حترجعوا بخلفيتكم التاريخية والنضالية المشتركة القديمة اللي مدة 30 سنة وتتناسوا الخلافات الآنية وتنتجوا حل سوداني سوداني يبهر العالم، حتى نهاية الحل الذي يعني يتم تحقيقه في مصر لا نريد لكم أن تعلنوه في مصر. اركبوا وتعالوا إلى الخرطوم وأعلنوا من داخل السودان إنكم توصلتم إلى اتفاق سوداني سوداني كامل المشهد. أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة حكومته رسميا، جاء ذلك بعد التمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة مع مجلس النواب بشأن بعض القوانين. كانت الحكومة شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب. أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تقديره لموقف حلف شمال الأطلسي الناتو الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب. وخلال لقائه قائد القوات المشتركة لحلف الناتو قال السوداني أن العراق ملتزم بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك. من جانبه أكد قائد القوات المشتركة التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت 10 أفراد بينهم أشخاص أمروا باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين. هذا وأعلنت رئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران. من جانبه أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الوضع للحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب يتطلب قرارا قضائيا. كما أوضح بوريل أن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة عضو في الاتحاد الأوروبي يفيد بذلك. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. جيف زانس يقترب من منصب كبير موظف البيت الأبيض خلفا لرون كلاين. حضراتكم من جديد، وجه الادعاء العام في ألمانيا تهم الخيانة العظمى ضد 5 أشخاص على خلفية التخطيط لخطف وزير الصحة من أجل الإطاحة بالحكومة. قال الادعاء الألماني أن المجموعة التي تشكلت في منتصف يناير الماضي حددت لنفسها هدف إشعال ظروف شبيهة بالحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف على أمل إطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية. أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس جو بايدن سيعين منسق سياسة كوفيد-19 جيف زانس كبيرا لموظفي البيت الأبيض خلفا لرون كلاين الذي قرر الاستقالة من منصبه. أضافت المصادر أن البيت الأبيض قد يعلن عن هذا التعيين في وقت لاحق اليوم. يأتي هذا فيما يواجه الرئيس الأمريكي سلسلة من التحديات القانونية والسياسية تتمثل في التحقيقات المتعلقة بالوثائق السرية واستعداده للترشح لولاية ثانية. أصيب 12 شخصاً إثر حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي في مدينة باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية. من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة في لويزيانا إن المصابين في حالة مستقرة ولم يتم الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في الحادث، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح. وتشهد الولايات المتحدة الكثير من عمليات إطلاق النار الجماعية مع انتشار واسع لحيازة الأسلحة النارية. وبحسب تقديرات المكتب الفيدرالي الأمريكي، تشير هذه التقديرات إلى أن المدنيين الأمريكيين يمتلكون أكثر من 393 مليون سلاح ناري. المزيد من التفاصيل في سياق هذا العرض. أكثر من أي بلد آخر تغرق الولايات المتحدة في كابوس عمليات إطلاق النار العشوائي، الأمر الذي يمثل مأساة متواصلة من دون توقف. في عام 2022 كان هو العام الثاني من حيث الإجمالي السنوي لعمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة في الولايات المتحدة. وفقا لبيانات جمعيات عنف السلاح التي تتعقب حوادث إطلاق النار في عموم الولايات المتحدة، فقد أحصت أكثر من 616 عملية إطلاق نار جماعي خلال عام 2022، هو عدد كان أقل بقليل من الحوادث المماثلة في عام 2021. يحدث ذلك دون أن تفلح التحركات التي جرت على مدار العام الماضي من خلال الرغبة في تمرير التشريعات لوقف هذا العنف المستشري. في يونيو من عام 2022 أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية ويفرض التحقق من السجل الجنائي والنفسي للمتقدمين الراغبين في شراء الأسلحة، لكن المحكمة العليا الأمريكية نسفت القانون الجديد بحكم يقرر أحقية كل مواطن أمريكي في حمل سلاحه الشخصي في الأماكن العامة. وفق تقديرات للمكتب الفيدرالي الأمريكي، فإن المدنيين الأمريكيين يمتلكون 393 مليون سلاح ناري،
وأن 35% إلى 42% من الأسر في الدولة لديها سلاح واحد على الأقل. تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن الرقم التقديري الأعلى للأسلحة النارية لكل فرد حول العالم، والذي يبلغ 120.5 سلاح ناري لكل 100 شخص. ولاية فلوريدا تسير في هذا الاتجاه. تشير البيانات الأمريكية إلى أنها قد تصبح الولاية 26 التي تسمح للأفراد بحمل أسلحة نارية ولو كان ذلك من دون تصريح. قادة الحزب الجمهوري في المجلس التشريعي لفلوريدا أكدوا العزم على تقديم هذا التشريع وتعزيزه خلال الجلسة التشريعية المقبلة في 7 مارس المقبل، لتسبقهم بذلك فقط ولايات أريزونا وآيوا ومونتانا وتنيسي وتكساس ويوتا التي سنت في عام 2021 قوانين تسمح بحمل السلاح أيضا من دون تصريح، فيما حذت ولايات ألاباما وجورجيا وإنديانا وأوهايو حذو تلك الولايات التي سبقتها. رغم الحوادث الكارثية التي وقعت بسبب الأسلحة، إلا أن الأصوات المطالبة بحق حمل السلاح تزايدت في مؤشر واضح على انتشار ثقافة العنف كما يرصده الكثيرون بشكل يبدو خطيرا للغاية في المجتمع الأمريكي الذي حصدت هذه الحوادث أعدادا تفوق أعداد القتلى الأمريكيين في الحروب التي خاضتها مؤخرا. اقتصاديا، أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول مستقبل السياحة في مصر، إذ تتوقع نوافذ 52 أو توافد 52 مليون سائح حتى عام 2026. وفي ذات السياق صنف موقع الخدمات والنصائح السياحية العالمي عددا من المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجاءت مدينة الغردقة في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة أفضل وجهات السياحة الطبيعية والرابعة عالميا. أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إضافة 6 مليارات برميل نفط و32 مليار قدم مكعب من الغاز لاحتياط البلاد. وأضاف عبد الغني أن وزارته تعمل على تعزيز احتياطات النفط في العراق من خلال دعم قطاع الاستكشافات النفطية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثروة الهيدروكربونية في البلاد. حثت الشركات البريطانية رئيس الوزراء ريشي سوناك على التحرك لتعزيز الاستثمار وسد النقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت الشركات إلى أن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في سباق تحفيز النمو الاقتصادي وفي طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى. طلبت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية من 3 محطات توليد للطاقة تعمل بالفحم، طلبت منها الاستعداد للعمل في ظل موجة البرد القارس المفاجئة. يأتي ذلك وسط توقعات بأن هوامش الإمداد بالكهرباء قد تكون أقل من المعتاد. ارتفعت الأسهم الأوروبية وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، وذلك وسط التفاؤل بشأن احتمالات تفادي اقتصاد منطقة اليورو ركودا حادا طغى أثره بسبب تصريحات تشير إلى الميل للتشديد النقدي من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر ستوك 600 الأوروبي مرتفعا 0.6%.
تواجه كبرى شركات التكنولوجيا في العالم أزمات اقتصادية غير مسبوقة، وأدت تلك الأزمات إلى دفع تلك الشركات لتسريح عشرات الآلاف من موظفيها. المزيد نتابعه في هذا العرض مع أحمد أبو زيد. بعد فترة الإغلاقات التي ارتبطت بجهود احتواء فيروس كورونا من جانب الدول في عام 2020، أعلنت شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم كافة تحقيق معدلات نمو وصفوها بالمحبطة، الأمر الذي اضطرت معه هذه الشركات لتسريح عشرات الآلاف من موظفيها. شركات قطاع التكنولوجيا العالمية أعلنت خفضا في العمالة بنحو 97,171 وظيفة فقط خلال عام 2022، بارتفاع بلغ نحو 649% مقارنة بالعام السابق عليه عام 2021. شركة ألفابت الشركة الأم لعملاق البحث جوجل وشركة مايكروسوفت وكذلك شركة أمازون قررت جميعها تسريح نحو 30,000 موظف خلال شهر يناير فقط. ألفابت وحدها قررت تقليص عدد الموظفين بنحو 6% من طاقتها التوظيفية حول العالم، بما يمثل 12,000 وظيفة تقريبا، بعد تراجع أرباحها بنحو 27% عن العام السابق. الرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية شركة أمازون أعلن البدء في تسريح نحو 18,000 موظف منذ الرابع من هذا الشهر، بعدما أوقفت أمازون عمليات التوظيف الجديدة في شهر نوفمبر الماضي. ماذا عن شركة مايكروسوفت؟ مايكروسوفت ستواصل عمليات التوظيف في المجالات الاستراتيجية الأساسية فقط، لكنها ستخفض الوظائف لديها بنحو 10,000 وظيفة خلال هذا العام، أي ما يعادل 5% من عمالتها أصلا. شركة تويتر تخلص فيها مالكها الجديد إيلون ماسك من 3,700 وظيفة تقريبا، أي ما يعادل 50% من جملة الموظفين في واحدة من بين أكبر عمليات تسريح العمالة مقارنة بنظيراتها في الوقت الراهن، من أجل ما يقول إنه خفض للتكاليف ورغبة في زيادة الإيرادات. منصة العملات المشفرة بلوكتشين بدأت أيضا في الاستغناء عن نحو 28% من العمالة لديها، أي ما يعادل 110 موظفين تقريبا، في جولة هي الأحدث في عمليات تسريح العمالة التي جرى الإعلان عنها في شهر يناير الجاري. واقع صعب معقد إذن على ما يبدو تعيشه حتى العمالة في عمالقة شركات التكنولوجيا، ما دفع هذه الشركات لتسريح عشرات الآلاف من موظفيها. في خطوة أولى تقول هذه الشركات إنها للرغبة في خفض التكاليف لتتحول من مرحلة صناعة الأرباح إلى مجرد الصراع من أجل البقاء. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الاتحاد الأوروبي يكشف عن حزمة سابعة من المساعدات لأوكرانيا ويؤكد استمرار دعمه لكييف بكل قوة. روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة وتؤكد أن عملياتها في أوكرانيا ضرورة لمواجهة عدوان أمريكي محتمل. والرئيس المصري يؤكد نجاح الدولة في دحر الإرهاب والحفاظ على كل قطعة من أراضيها. مزيد من المتابعة دائما يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. أيضا يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.